ان شاء الله حتى النص نهار. تحيه للناس الكل قاعدين يتابعوا فينا. اذا كانكم في ثنيه سيسوا رواحكم، اذا كانكم تخدموا في الكياس تاكسيات الواجهات، تحيه لكم للناس الكل، وسع بال وبقدره ربي الناس الكل توصل ان شاء الله في امان ولاباس للمقصد نتاعها، اللي ماشي للخدمه، اللي ماشي يقضي في قضيه، ولا اللي ماشي في زياره عائليه، ولا اللي مروح لدارو. سيسوا رواحكم ووسع البال كيف ما قلت هو الكل. سينو نرجع نحكيو في الموضوع اللي حكينا فيه الصباح. صباح قبيلة شوية كنا حكينا مع سي يوسف مواطن من بوحسينة، حكينا معها على الفيديو متاع البركاج اللي صار لعائلته في الدار وقت اللي سراق يهبطوا عليهم يرصدوا ساعة الدار قبل بنهارين ثلاثة تقريبا، ومن بعد يقروا وقت الدار فارغة والراجل مشى يصلي ورجع من الجامعة يقروا انهم يهجموا عليه واعتداء بالعنف الشديد. وحكي لنا تفاصيل اللي صار، الفيديو موجود على صفحة رسمية لنجمة فام. باش نمشيو نحكيو زاد على سرقات اما في حي العوينة، وقت اللي زاد كيف مش مواطن واحد ولكن برشا ديار تضر من السرقة. اما الحمد لله كما قلت قبيلة نخرجوا باخف الاضرار وترجع هالسرقات هذيا والمسروق يرجع لما ليه. كيفاش صارت الحكاية، شنو تفاصيل الواقع، هذا اللي باش نعرفوه في اخبار الساحل. اخبار الساحل في زوم 73. معنا سي فتحي. سي فتحي نهارك مبروك. عايشك مرحبا يا ريم. شنو احوالك، لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. انت داركم تعرضت للسرقه كيما دار ديار جيرانكم، اما الحمد لله المسروق نتاعكم رجع. ارجع بينا شويه التفاصيل، شنو اللي صار، كيفاش صارت عمليه السرقه في حي العوين؟ والله يا ريم عندنا جراج معناتها بجنب دارنا، حط فيه خويا معناتها موبيلاته وبساكل بتاع اولاده ومفاتح وحاسين معناها ماتريال، فهمتني؟ جاوا قبل بنهار خلعوا الساعتين نتاع الليل، خلعوا الجراج، فاقت بها من الجارة ما قصرتش معناتها خرجت. هربوا. الجارة خرجت، المرأة خرجت. هاي المرأة خرجت. صحة بارك الله فيها، ما خافتش معناتها. ما خافتش والله يعطي الصحة، وخاطر الضوء يشعل بتاع البلدية، فهمت شاني كيفاش تعطيها مقلوبها، ما الضوء يشعل وبلدية واحد وكذا ويخلعوا عادي معناتها. هو فما مثل شعبي سي فتحي يقول لك اللي يسرق يغلب اللي يحاحي، دونك السرقة عندهم دي تكنيك وما يخافوا من حتى شيء، لا يردهم ضو بلدية ولا يردهم حتى شيء، دونك دخلوا وحاولوا يخلعوا هالجراج هكا ولا؟ خلعوه. أما ما هزوا حتى شيء، فهمت؟ كي خاطر فقت بهم المرأة. رجعوا من غدوة معناتها يغزوا قلة الحياة، فهمتني؟ رجعوا من غدوة فهمتني هزوا معناتها البساكل وهزوا الكفريات نتاع الفاتح، وفي نفس النهار هذاك تسرق جار اخر معناتها هزوا له دبوسه غاز ومع شنو اخر، ودار ثلاثه ديار حصيلوا والا اربع ديار، فهمت؟ كلمني بابا، مشينا لقصر معناتها المركز حي العوين عملنا ديكلاراسيون البارح، كلموه فهمتني قالوا له اجا وشدينا معناتها عصابه فرامون برشا مسروق تشد، اجا شوف الماتريال اللي تسرق لك. مشينا لقينا معناتها الحق نتاع ربي اللي تسرق لقيناه، ونقص شويه كان حكايه الكفريات نتاع الفاتح حطيت معناتها. بصراحة نشكر رئيس مركز تاع حي العوينة والعوان نتاعو معناتها على السرعة هذه، معناتها كيفاش شدوهم وكيفاش برشا مسروق، فهمتني؟ كيفاش تفاعلوا بصراحة معناتها فيسع فيسع معناتها فيسع فيسع شدوا السراق، هذا شنو حبيت تقول؟ اي شدوا السراق، تشدت عصابة، واني حبيت معناتها نداخل باش نشكرهم يعطيهم الصحة على الخدمة اللي خدموها، وان شاء الله ديما هكا معناتها ان شاء الله ديما يكونوا معناتها بالمرصاد العباد هذوما. واضح سي فتحي، يعطيك الصحة بارك الله فيك على مشاركتك التجربة نتاع العائلة، بارك الله فيك، إن شاء الله نهارك مبروك. دونك في حي العوينة شوية سرقة نتاع حاجات خفيفة رجعوا الحمد لله، دونك العائلات المضرة خذوا المسروق نتاعهم، سوف كو فما حاجات اللي يمكن فرطوا فيهم بالبيع. أنتم زاد إذا كان عندكم مثل هالتجارب في مناطق أخرى، في القلعة الكبيرة، في مساكن، في قلعة صغيرة، سيدي الهاني بوفيشة نفيضة، في أي بلاصة في سوسة وإلا ولايات سوسة ولا المستير والمهدية، تفعلوا معنا 73-278-600 على ذمتكم. أما الموضوع الأساسي اللي نحكيه فيه هو هالقرارات الإزالة على الملك البحري، شنو رأيكم في تنفيذ السلطة المحلية للقرارات هذه 73-278-600؟